على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الفقرة أليف أعلاه مع ضمان التمويل عليه، وحيث أن عدد كبير من أبناء الشعب العراقي وبضمنهم شعب كردستان يعتمد بشكل رئيسي على الرواتب في كل ما يحتاجه، حيث أن عدم قيام حكومة الأقليم بتسديد الرواتب شهريا في موعدها المحدد يخل بكل تلك المبادئ والقيم. عليه ولكل ما تقدم، قررت المحكمة الاتحادية العليا ما يلي: أولا، إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس الوزراء في أقليم كردستان العراق بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الأقليم، وتخصم من حصة الأقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة، ولكل من الجهات المذكورة آنفا في الأقليم والدوائر الفرعية التابعة لها التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع إلى ممثلية أقليم كردستان، وعلى جميع المصارف التابعة للمدعى عليه الأول تسهيل عملية التوطين واتباع جميع السبل اللازمة لإمكانية حصول المستفيد موظف أو مكلف بخدمة عامة أو متقاعد أو مستفيد شبكة الحماية الاجتماعية على راتبه في محل إقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الأقليم أو المصارف المفتوحة في الأقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، ويتحمل المسؤول الأعلى ضمن الجهات المذكورة علىه والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع التشكيلات الحكومية مسؤولية صحة البيانات المرسلة لغرض التوطين بخصوص العدد والدرجة الوظيفية ومقدار الراتب أو الأجر وبيانات المستفيد، وتكون موقعة من الرئيس الأعلى ومدير التدقيق المالي ومدير القسم المالي ومدير قسم الموارد البشرية، على أن يقوم المدعى عليه الأول رئيس مجلس الوزراء الاتحادي بإطلاق تمويل رواتب المنتسبين في الأقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض. ثانيا، إلزام جميع الجهات المذكورة في الفقرة أولا أعلاه ضمن الأقليم بتقديم موازين المراجعة الشهرية في الموعد الذي تحدده دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية في الشهر التالي عند طلب التمويل أسوى بوزارات الحكومة الاتحادية. ثالثا، إلزام المدعى عليه الثاني رئيس مجلس وزراء الإقليم بتسليم جميع إيراداته النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية خزينة الدولة وحسب قانون الإدارة المالية الاتحادي، على أن يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الأقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الإيرادات إسنادا إلى أحكام المادة 12 من القانون رقم 13 لسنة 23. رابعا، إلزام المدعى عليه الثاني بتمكين ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الأقليم بتدقيق الحسابات المصرفية
المفتوح الإقليم ضمن البنك المركزي العراقي وتدقيق قوائم الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم. خامساً، تحميل المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وصدر القرار بالاتفاق استناداً إلى أحكام المادتين 93 و94 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادتين 4 و5 على 2 من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 21 قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات وأفهم بتاريخ 21/2/24.